طيب عايزين بقى نمشي خطوات الرننج بتاعت الابلكيشن دي والفايلز والملفات والدنيا ماشيه ازاي ومترتبه ازاي دلوقتي. فانا هخش ادي الفولدر اللي احنا حاطين فيه كل حاجه تخصنا، الاول الجي دي كي للاس دي كي بتاعتنا للايكليبس ذات نفسه، لحتى الاندرويد وركس اللي هي البرامج اللي احنا عملناها الورك سبيس بتاعتنا. اخش على الايكليبس عشان ابدا اشغله، ممكن كمان اثبته في ال بس يبقى بجهز هنا على طول عندي في التاسك بار، اقول له بن تاسك بار كده بحيث لما اجي بعد كده ما افتحش من هنا خالص، خلاص الموضوع هنا بالنسبه لي منتهي. وانا دايما لما اجي اشغل بشغل من ايه؟ بشغل من هنا كل حاجه بتقوم وخلاص. هقوم لاندرويد ديفلوبر تولز، هيعمل لودنج عشان طبعا انه بورتابل وعرفنا يعني ايه. ادي الاكليبس ام، هفتح الشغل بتاع جافا طبعا لسه ابيض ورد خلاص احنا مش فاتحين حاجه. وادي الابلكيشن برو الباكج اكسبلور بتاعتنا ايه في البرامج. هبدا اعمل بقى ابلكيشن من اله جديد ورنه من اله جديد وتعرف على ملفات وكده، بس واحده واحده خلاص. فاجي كده من فايل، طبعا هو فتح لي ايه اخر حاجه كنا عاملينها يعني. المهم دلوقتي انا عايز اعمل واحد جديد من فايل نيو اندرويد ابلكيشن بروجكت. قال لي هسمي الابلكيشن بتاعك ده ايه؟ قلت له اب 2 مثلا. طيب في هنا ابلكيشن نيم وفي هنا بروجكت نيم، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك الابلكيشن بروجكت ده اسم ممكن احط جواه مجموعه من المشروعات او مجموعه من البرامج تحت اسم ايه؟ تحت اسم واحد خلاص؟ في اغلب الاحيان الابلكيشن والبروجكت بنعملهم ايه؟ بنعملهم واحد وخلاص، لكن ممكن في ساعات نبقى عاملين ابلكيشن فيه تو ايه؟ تو بروجكتس خلاص كده؟ فدي فرق ما بين الابلكيشن نيم والابلكيشن بروجكت. الباكج نيم طبعا مطلع لي هنا ايه؟ عليها وقال لي ان الباكج نيم ماست بي يونيك ايدنتيفاير، لازم يكون لها اسم مميز ما بيتكررش مع حاجه. بصوا انا عملت قبل اب 2 صح كده؟ ده اسم الايه؟ البرنامج بتاعي، والاكواد بتاعتها تتنظم كلها جوه حاجه اسمها اب ايه؟ اب 2. هل معنى كده ان ممكن يكون واحد من صحابي عملوا ملف اسمه اب 2، واحد تاني عمل اب 2، واحد تالت عمل اب 2 صح ولا لا؟ ناس كتير عملت اب 2 كلهم بيتنظموا جوه فولدرز، فولدر اسمه كوم، جوه فولدر اسمه اكزامبل، جوه فولدر اسمه اب 2، والاب 2 ده بقى شايل كل الايه؟ شايل كل الحاجه اللي هتتعمل ايه؟ بس المفروض اسم الباكج ما يكررش. يعني ايه اسم الباكج ما يكررش؟ هو ده اللي عايز اوصل له يعني. فدلوقتي بالنسبه لك انت على الجهاز بتاعك العمليه ماشيه، انت الوحيد اللي بتجرب والاسماء مش هتتكرر، يعني انت كل مره اب 2 اب 3 اب 4 وانت شغال. لكن لما تكون بتفكر بقى بفكر مبرمج، فان انا بقول ايه؟ انا والله البرنامج ده هبقى فاتحه بعد كده في السوق صح؟ انا عملت البرنامج ده اسمه اب 2، وفي واحد تاني عامل برنامج اسمه اب 2، واحنا الاثنين خدنا نفس الباكج نيم، تبقى كارثه، تبقى مشكله. مفترض ان الباكج نيم بتاعك تبقى اسمها مميز، بحيث لو انا معايا جهازي ونزلت البرنامج بتاع اب 2 بتاع اكس من الناس، ونزلت البرنامج بتاع اب 2 بتاع واي من الناس واحد تاني، ونزلتهم على نفس الجهاز ما يحصلش عندي ايه؟ كونفليكت، ما يحصلش عندي مشكله. فالمفترض دايما انت ممكن تقول مثلا اسم الشركه دوت اسم الشخص دوت حاجه، او اسم او كوم دوت اسم الشركه دوت مش عارف ايه الى اخره، يعني اي اسم. احنا بالنسبه لنا هنخليها كوم دوت اكزامبلز دوت اب 2 ماشي، هو ده المكان بتاعنا دايما اللي هنحط فيه كل الحاجات بتاعتنا ماشي. حاجه اسمها مينيمم ريكوايرد اس دي كي، يعني اقل حاجه احنا نقدر نشتغل عليها، اقل حاجه ما ينفعش يشتغل على الاقل من كده. وفي عندنا طبعا ادي كل الفيرجنز بتاعت اللي موجوده بتاعت الاندرويد من اول الكب كيك لغايه الجيلي بين خلاص. فادي الاسماء يعني ادي الاصدار زي ما انتم شايفين اهو، وادي الاسم اهو عشان تبقى انت ايه؟ تبقى انت عارف يعني فور كله جيلي بين، من اول 4.1 جيلي بين، اللي قبليه كان ايس كريم ساندوتش ماشي.
ومعاك بقى الاسماء كلها القديمه كلها ايه. فانا بقول هنا المينيمم يعني اقل حاجه، اقل حاجه على اندرويد 2.2. قبل كده مش هسطب اصلا، هنهزر بقى ولا ايه؟ خلاص. لكن لو انت عايز حاجه اقدم من كده حدد، بس هتنزل بامكانيات البرمجه بتاعتك وامكانيات التولز اللي هتبقى موجوده جوه الايه، جوه الديفلوبنج جوه. خلاص. التارجت اس دي كي، التارجت بتاعتك يعني انت قصد اصلا تشغله على انهو يعني. انا دايما ببقى قاصد ان انا اشغله على نظام معين، لكن ممكن يتسطب على اجهزه ثانيه صح ولا لا. بس التارجت اللي هو الايه اللي انت عايز، الهدف بتاعك انت عايز تنزله على مثلا على جيلي بين 4.1 مثلا، يبقى ده التارجت بتاعي، ده اللي انا عايز اصلا اشتغل على اساسه. طبعا اكيد معناها ان انا مش عايز ايه اعلى من كده، يعني الامكانيات اللي جايه فيما فوق 4.1 مش هتبقى موجوده. خلاص انت اخرك انت محدد انت عايز توصل للتارجت ده. ماشي. بيقول لي طبعا هتكمبايل هتترجم يعني على اساس انت 4.3 على اساس طبعا الحاجه اللي موجوده عندك. اخر حاجه عندي الثيمز اللي هو الشكل، الثيمز اللي هو الشكل العام للابلكيشن. ممكن تختار اللي هو اللايت اللي هو الفاتح، والدارك اكشن بار، ومن فوق الشريط بيبقى اسود اللي هو زي ده. ده الثيمز الاساسيه، اديك شايف اهو من فوق ادي ايه الاسود كده، وهو اصلا الشريط بتبقى ايه فاتحه. ممكن تكون انت الثيمز بتاعت البرنامج بتاعك ما بتحبهاش كده، عايزها هولو دارك اللي هي السودا خالص وانت بترص الادوات، او لايت كلها فاتح وانت تحط الحاجه انت عايزها. يعني انا نفضل يكون ايه من فوق اسود كده والشاشه بيضاء، يعني اي حاجه اللي يعجبك اختار. ده كلها ثيمز بلاش ايه، بلاش قيمه يعني. نيكست. قال لي هعمل لك ايقونه وهعمل لك اكتيفيتي، اول اكتيفيتي كده انا هظبطها لك. طبعا هي بيقول لك تحب تعمل الابلكيشن ده او البروجكت ده كمكتبه فيها مجموعه من الكلاسز تستخدمها فيما بعد. تقول لا اصبر، دي دلوقتي مش ايه، لسه عملنا ابلكيشن نقدر نعمل مكتبه هنستخدمها في برامج، يعني هنعمل برنامج الاول. طبعا هنا هيحط لي البروجكت ونفس الورك سبيس، وادي الوركينج سيت المجموعه اللي انت شغال عليها سيبها زي ما هي، لان طبعا ممكن يكون في وركينج سيت دي ما بيننا ومن بعض حاجه ثانيه. انا دلوقتي اقول له نيكست، قال لي خلاص الايقونه بتاعتك طبعا نازله بكذا حجم، حاجه اسمها ام دي بي اي، وفي اتش دي بي اي، في اكس اتش دي بي اي، وفي اكس اكس اتش دي بي اي. يعني المهم يعني اتش دي اللي هي ايه، اللي هي هاي ديفينيشن يعني. خلاص المقصود بيها يعني الايقونه بشكل ريزوليوشن اقل، وبعد كده بشكل اكبر واكبر واكبر واكبر. يعني الايقونه لازم منها اربع ايه، اربع احجام من الدقه يعني. ممكن تختار من كليب ارت، يبقى الايقونه بتاعتك من تطلع تختارها انت لو انت مش عاجبك، يعني تختار من الايقونات اللي موجوده هنا دي، يبقى البرنامج بتاعك بقى ايقونه من دول. او تكست، يعني الايقونه بتاعتك تبقى عباره عن ايه، عن كلمه مثلا. يعني دي طبعا ساعات بتستخدمها، يعني مثلا برنامج اسمه اي بي سي مثلا، ممكن اي بي سي مثلا كده هتبقى دي الايقونه، تتعمل ايقونه يعني. على العموم سيب الايه الايميل زي ما هي، وادي اللانشر ايكون زي ما هو هحددها يعني. طبعا حجمها، كبر حجمها تحدده، كروب يعني مقصوصه، والحباب في السنتر. هنا تلاحظ ان هي كروب مقصوصه، حتى رجل الراجل طالت، ان احنا كبرنا قوي صح؟ لما نكبر كده يبقى مقصوصه، او في السنتر يعني المربع، وهو يحاول يسنتر الصوره يعني على حسب ما انت ايه تحب يعني. كل الكلام طبعا ده كلام تهريجي، بس انا عايز اوريكم تفاصيل الحاجات عشان ما تبقاش حاسس ان في حاجات كتيره بتتفوت يعني. الشيب بتاعك، الشكل عايزه، ممكن تعمل الصوره دي بس في شكل مدور، شكل مربع، شكل ايه يعني، مثلا لما جوه سيركل تقوم عامله لك بالمنظر ده كده، او جوه مربع تبقى طالع لك بالمنظر ده، حسب ما انت ايه ما انت عايزه. وطبعا اللون اللي ورا ممكن تحدده زي ما انت برضو ايه، زي ما انت عايز. سيبكم انتوا تلعبوا في الايه، الحاجات اللذيذه دي. خلاص. ونيكست. قال لي هتبدا اول شاشه عندك تبقى بلانك اكتيفيتي، شاشه فاضيه، ولا فول سكرين اكتيفيتي، شاشه بتتكبر وكده يعني، ولا عايز ماستر ديتيل، يعني شاشه فيها اختيارات بتدوس يطلع لك شاشه فلوس، يطلع لك شاشه جانبيه، شاشات جانبيه يعني. فانا اختار ايه، بلانك اكتيفيتي، شاشه فاضيه خالص. نيكست. قال لي انا هسمي الاكتيفيتي دي مين اكتيفيتي،
ده النيم ده الايه النيم. اما اللي اوت نيم وهقول لك يعني ايه لي اوت نيم كمان شويه هسميها اكتيفيتي اندرسكور مين. واللي اوت مين اللي اوت نيم عباره عن الملف اللي هيبقى مكتوب فيه الاوامر اللي بتظبط الشاشه. يعني الشاشه بتاعتي هيطلع فيها تكست بوكس وزرار مثلا. الاوامر اللي مكتوبه اللي هي قالت له اعرض تكست بوكس وزرار هتبقى في الايه في اللي اوت هتبقى في الايه في اللي اوت. لكن النيم اللي انت عايز تنادي بيه كلمه مين اكتيفيتي لو انت عايز تنادي في الكود هتنادي بكلمه ايه مين اكتيف. لكن الملف اللي فيه التصميم بيبقى اسمه اكتيفيتي اندرسكور مين. واقول له طبعا الابلكيشن تايب نوع التنقل في الشاشه عايزه تبات تبات. عارفين نظام التبات ده؟ مش معايا تابنج يا جدعان تدوس كده يطلع لك شاشه ثانيه تدوس يطلع لك شاشه ثانيه الى اخره يعني. ولا دروب داون مثلا يعني زي تدوس عليها يطلع لك كده بقيت شاشات. يعني المهم احنا ما فيش نافيجيشن لان هي شاشه واحده اصلا مفيش هنتنقل ما بين ايه هي شاشه واحده ومفيش مش محتاجين نافيجيشن تايب خالص. فينش هيبدا يفتح لي الاب 2 بقى وفي الاكتيفيتي الجديده اللي هي الشاشه اللي هي الايه الثانيه دي. قال اهو الاب 2 اهو فتحه لي ودي طبعا دي اكتيفيتي بتاعت الابلكيشن واحد. انا هقول له معلش اقفل دي كده وبالمره وحياتك انا مش عايز الخبط انا بقى عندي اب 1 واب 2. قبل ما اشتغل في اب 2 انا هاجي على اب 1 كده كليك يمين واقول له انا عايز اعمل كلوز للايه للبروجكت ده خالص وحياتك الفلوس خالص كده اطلعه من ايه من نافوخ خالص. خلينا في اب ايه في اب 2 وادي الشاشه بتاعته اهي. عايزين نتعرف بقى على مجموعه الشاشات كده والملفات وكل ملف بيحتوي على ايه قبل ما قبل الضرب. فعندك الشاشه اللي اسمها باكج اكسبلورر ديت اللي يبقى فيها الورك سبيس بالبروجكتس بالفايلز بس يعني كل الملفات الخاصه بالمشروع اللي بنعملها بتبقى مركونه هنا. يعني ادي تو ابلكيشنز اهو اب تو اهو وادي الايه الملفات بتاعتنا اللي مخصوصه جوه مين الابلكيشن ده. هنتعرف على فولدر فولدر وكل فولدر بيحتوي على ايه عشان ده مهم جدا طبعا. طيب اللي في الشاشه اللي في النص هنا عباره عن ايه؟ في حاجه اسمها نوت الباليت او الكنترول باليت زي ما انتم بتسموها او الويدجت باليت او الفيو باليت. كل دي اسماء هتلاقيها ماشيه معانا مش مشكله خالص. ودي مجموعه من الكنترولز ادي تكست فيو ادي باتون ادي توجل باتون اللي هو بيثبت دوت راديو باتون مش عارف ايه. كل دي مجموعه من الايه؟ من الادوات تقدر تشد اي ادوات تنزلها على الشاشه. وطبعا تكست فيلد تلاقي مجموعه من الادوات الثانيه لي اوتس مجموعه من الادوات الخاصه باللي اوت الكومبوزيت الحاجات المركبه ببعضيها ده اهي الايمج والميديا تلاقي الكنترول بتاع الايمج والميديا الى اخره. خلاص كده يبقى الكنترولز بتاعتنا بتاعت على ايه على الشمال وادي الايه البالت بتاعتي. طبعا هنا لما تيجي تخش هنا بتظبط بقى عايز تعرضها بس تقدر ايقونه واسم تحطهم جوه كاتيجوريز ولا ترميهم على بعض. يعني في ناس تقول لك انا مش عايزاهم موافقات ارمي كله على بعض وكده وانا هبقى ايه انا هبقى اظبط احوالي على حسب. يعني انا افضل طبعا الكاتيجوريز او الفاباتيكال اللي هو يبقى من اي تو زد كده بالترتيب الحروف وخلاص يعني برضه تبقى كويسه الى حد ما. ممكن تقول لي انا عايز اشوف بس الايقونه والاسم ممكن عايز اشوف الايقونه بس يعني هو مثلا تبقى الايقونات بس كده. طبعا دي هتبقى صعبه عليك وانت في البدايه لان في البدايه تبقى انت محتاج ايه تبقى شايف الاسم ما تبقاش لسه عرفت الايه حفظت شكل الايه الايكونز. يعني طبعا بعد ما بتحفظ شكل الايكونز بتبقى العمليه بالنسبه لك تبقى سهله. فانا هخليها كده عادي جدا بس مش هخليها على بعض انا عايز اخليها كاتيجوريز يعني فئات زي ما كانت. ماشي عرفنا صندوق الادوات. خش في شاشه التصميم. شاشه التصميم بتاعتنا ادي الشاشه اهوت ادي الشاشه اللي عليها الكنترولز بتاعتنا. طبعا هنا مجموعه من الحاجات اللي بتساعدك في تحديد الهوامش والوضوح ومش عارف وتكبر الحجم تصغر لو انت عايز تشوف ده الحجم الطبيعي. لو انت عايز تشوف الحجم الطبيعي بتاع الحاجه عايز تصغر شويه عشان هترمي حاجه معينه مش عارف ايه. مجموعه من الحاجات اللي ايه المساعده. الثيمز احنا اخترنا اللي هو من فوق دارك ومن تحت لايت. ممكن تختار بقى هنا ايه ثيمز اخطر اكتر ومختلفه لو انت عايز تغير شكل الثيمز بتاعت الايه بتاعت الشاشه بتاعتك. يعني انت هنا شغال بالطول ممكن تقول انا البرنامج بتاعي هعمله اصلا
باللاند سكيب بالعرض، يعني انا ماسك الجهاز كده مش هبقى ماسك الجهاز بالطول، انا ماسكه بالعرض، ممكن تظبط على اساس انت تشتغل الحاجه بتاعتك كده، الشاشه بتاعتك تبقى عرض يعني، عشان انت تصمم تقدر تظبط الاداء بتاعك يعني، واليوزر انترفيس بتاعتك هتبقى شغاله ازاي لاخره، هتظبط على تلفزيون ولا هتبقى عباره عن كاردوك ولا ايه يعني. على العموم انا مش عايز اخش في تفاصيل كل منيو طبعا، ده مش هيبقى بحر، بس عايز اعرفك على الحاجات الاساسيه اللي قدام عينيك دي عباره عن ايه. ده طبعا نوع الجهاز اللي انت شغال عليه ايه لو عايز تغيره ماشي، بس مش محتاج دلوقتي بقيه التفاصيل دي، لكن انا هنزل تاني هرجع معلش انا مش عايز لاندسكيب، انا عايزه عادي كده. ادي الشاشه دي تعرفنا على الشاشه اللي في النص كده بشويه ايقونات لسه هتيجي بتفصيلها ايه وحديها، ما هنلمحش شرها دلوقتي كلها يعني. المهم في شاشه هنا مهمه جدا اسمها الاوت لاين، الاوت لاين شاشه مش شاشه مهمه جدا اللي بتشرح لي التصميم ده بس بشكل مختلف عن شكل العرض. احنا دلوقتي مثلا شايفين التصميم ده، حد يقدر يقول لي مكون من ايه؟ سمعك. ده هو مكتوب بالاكس ام ال، كابل هو مكون بايه؟ مكون من كام كنترول ولا حاجه مش تعرف، لانك انت مش شايف كويس، ممكن يكون في كنترول هنا ابيض مثلا، حد عارف كنترول ابيض ولا حاجه؟ محدش عارف. لكن الاوت لاين بقى بتقول لك بص انت الشاشه بتاعتك دي مكونه من حاجه اسمها ريلاتيف لي اوت، يعني لي اوت يعني المنظر العام كده. ها ريلاتيف ده نوع، ده نوع لسه في انواع بقى طبعا. تقول لي يعني ايه ريلاتيف؟ بقول لك ما انت تعرف ريلاتيف لما تعرف الانواع الايه، الريلاتيف بتعمل كذا، اما التيبل بتعمل التيبل لي اوت بتعمل كذا، لما واحده واحده. فانا اللي اقصده ان في كنترول اسمه ريلاتيف لي اوت، لي اوت ده هو حاجه اسمها تكست فيو اللي هي دي، ودي مكتوب فيها لور، والاخره بقى اقدر اشوف الحاجه اللي قدام على الشاشه بس من خلال ايه؟ بناء شجري. مهم جدا طبعا. هنا لو دخلت في اللي اوتس هتعرف ان في لي اوتس كتير، انواع جديد كتير يعني، يعني في فريم لي اوت، في جريد لي اوت، في لينير لي اوت، في منها هوريزونتال وفي منها فيرتيكال وفي ريلاتيف لي اوت والى اخره، يعني اللي اوتس دي في انواع. فانا مش عايز بس استعجل دلوقتي في الانواع والكلام ده كله. المهم حلو كده شاشه اللي اوت. في شاشه ثانيه تحت هنا برضو صغيره كده جميله ومهمه، شاشه الخصائص، شاشه الايه؟ خلاص البروبرتيز. البروبرتيز ويندو مشهوره طبعا وعندكم كلكم خلفيه عنها، اسم الخاصيه وقدامها القيمه ايه؟ القيمه بتاعتها يعني. فطبعا ممكن تغير اي ايه؟ اي حاجه من هنا يعني، التكست سايز حاجه يعني، ممكن تحدد مثلا حجم الخط، بس مش عايز ادخلك في الاحجام لان الاحجام في الاندرويد هنا لما تكون بتعمل حجم الكلمات غير ما تكون بتعمل حجم الصوره، وكل واحد ليه نوع، بس ايه واحده واحده يعني. المهم الخصائص اهي، المهم هنا الخصائص ايه؟ شاشه الخصائص بتاعتنا هنا اهو، حدد الهايتس، حدد الويتس، حدد الشادوينج، الشادوينج يعني شكل الظل بتاع الكلام مش عارف ايه، كل الخصائص بتاعت الايه؟ الكنترول بتبقى موجوده هنا. ادي كل الشاشات اللي مفتوحه قدامي، لا مش كل الشاشات، في كمان هنا ايقونات مهمه، احنا عرفنا الايقونه دي صح؟ دي اللي بتعرض لك كده الوضع ده دلوقتي، لما تقفله كده بيبقى خلاص رجع للايه؟ بدل الاساسي، تفتح هنا ده وضع الكود بقى جافا والكلام ده كله. هنا ده وضع الجافا براوزنج بقى، ده بيبقى ليه وضع وترتيب زي ما انتم شايفين، ترتيب مختلف للشاشات. احنا هنشتغل دايما على الوضع اللي هو بتاع الجافا العادي، عشان احنا هنبدا ناخد عليه الاول، وبعد كده نغير الاوضاع زي ما احنا عايزين. في برضه مجموعه من الايكونز اللي على اليمين هنا بس مهمه جدا. مهمه جدا، بس قبل ما اقعد اتكلم كده استاذنكم ان انا رن عشان هو ياخد رن براحته وانا بكمل بيت الشاشات، ان هو ايه؟ هو لسه بنشرح بيت الشاشات، يكون هو عمل الايه؟ الرن الجميله بتاعته اللي هيقعد فيها شويه. او رن از اندرويد ابلكيشن زي ما يحب. المهم في هنا مجموعه من الايكونز اللي موجوده هنا على الشمال مهمه جدا، من اهمهم اللوكات. اللوكات ده لما تفتحه لما تيجي بترن بقى والحاجات بتشتغل هتلاقي هنا مجموعه من السطور بتترمي دايما، بيقول لك حصل كذا، بيحصل كذا، بيحصل كذا، بيحصل كذا، كل حاجه بتتحط في اللوج هنا، بحيث تبقى انت اللوج يعني ملف بيتكتب فيه كل التفاصيل اللي بتحصل. فلو حصل ايرور، حصل مش عارف ايه، احنا بنقدر نتابع ايه اللي حصل بالظبط وحصل فين وامتى والكلام ده. طبعا بقى الايقونات اهي، هي الايقونات اللي هنا. ها ده النظام التابز اهو، ده النظام اللي اسمه تاب. ها في الكونسول،
ممكن نكتب اوامر كونسول بايدينا نوت في الكونسول دوت في والديكلاريشن الحاجات الخاصه بالتعريف موجوده هنا. الجافا دوك اللي هي اي معلومات تخص اي عنصر انت واقف عليه يطلع لك الكومنتس يعني اللي هي التعليقات الموجوده. بروبلمز طبعا الشيء هتعتادوها وهتحبوها جدا اللي هي شاشه الايرورز يعني خلاص اي ايرور هيترسلك في الشاشه اللي هنا دي. طيب نيجي بقى ارجع تاني احنا خدناهم كده بقى كمنظر عام كده واحده واحده. تعالى نتكلم على الفايلز اللي موجوده هنا. الفايلز اللي موجوده هنا في الابلكيشن بتاعي في عندي اول فولدر اسمه SRC. SRC من اول نقطه اتصل كلمه سورس. فالSRC دوت المكان مكتوب في السورس كود. طبعا اول باكج يعني مجموعه مجمعه من الاكواد او من الكلاس. باكج عندنا اسمها com.examples.application2. انا عارف ان انا حطيت فيها الشغل بتاعي وقلت هي دي الباكج اللي هجمع فيها الاكواد بتاعتي. ممكن اكون عندي في المشروع بتاعي اكتر من باكج ممكن. يعني مثلا قلنا الاجهزه بقى اسبوع شويه وخليكم معايا. افتح كده الباكج دي الاقي جواها ملف اسمه مين اكتيفيتي دوت جافا. طبعا احنا شفنا من شويه اما جينا عملنا اول اكتيفيتي سماها لي مين اكتيفيتي صح؟ سماها مين اكتيفيتي. جوه الباكج دي في ملف اسمه مين اكتيفيتي دوت جافا. الملفات بتاعتنا ملفات الاكواد هتبقى بلغه الجافا زي ما اتفقنا قبل كده. هنا الملف اهو بتاع المين اكتيفيتي دوت جافا طبعا اللي جواه ده فتحناها كده في بناء شجره وفتح لي جواها مين اكتيفيتي ومعمول عليها سي. سي يعني ايه؟ كلمه كلاس. يعني في جوه الملف اللي اسمه مين اكتيفيتي دوت جافا هتلاقي في حاجه اسمها مين اكتيفيتي وده كلاس وده ايه؟ كلاس. وهتلاقي في جواه تو ميثودز. ما اعرفش تعرف يعني ايه ميثود ولا لا. تو ميثود يعني ايه؟ ناس بتوع البرمجه. فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ يعني مجموعه من الاوامر ليها اسم لما احب انفذهم بنادي على الاسم ده خلاص. يعني انا عندنا واحده حاجه اسمها اون كرييت. اون كرييت دي بقى مجموعه من الاوامر اسمها اون ايه؟ اون كرييت زي ما هوريكم كمان شويه. اون كرييت مجموعه من الاوامر اسمها اون كرييت. يبقى كده في مجموعه اوامر جوه الكلاس اللي اسمه مين اكتيفيتي وفي مجموعه اوامر ثانيه اسمها اون كرييت اوبشنز منيو. يبقى في مجموعه من الاوامر الثانيه اسمها اون كرييت اوبشنز منيو موجوده برده جوه الكلاس. يبقى الكلاس ده جواه كام قطعه كود؟ اجراءين عمليتين بس. واحده اسمها اون كرييت وواحده اسمها اون كرييت اوبشن منيو. هقول لك معناهم ايه والتفصيل بتاعهم بس مش عايز يعني اسبق احداث. لكن لو دوست عليه دبل كليك كده هيفتح لك الكود الجميل بتاع الجافا. خلاص؟ الكود الجميل بتاع الجافا ممكن اقول له معلش انت طبعا برده الاوت لاين مهمه. شرحت لك الكلاس في الشجر في بناء شجر دايما هي مهمه يعني انا هخليها على جنب هنا. نعم؟ طبعا ضروري. ما احنا هنشتغل ايه؟ هنشتغل الكود ده. هنشتغل غيره يا ابني. ايوه طبعا. احنا نص حياتنا يبقى جوه الصفحه دي. ايوه. هتلاقي طبعا ادي باكج اسمها كوم دوت اكزامبلز ابلكيشن 2 وفي مجموعه من الامبورتس هنا. هنعرف يعني ايه كمان شويه. وفي كلاس لسه ده ايه سيبه يقوم لوحده ده براحته. وادي اللوج والكونسول بداوا يرموا اللي بيحصل ايه والكلام ده كله. اركن على جنب دلوقتي. المهم وادي الكلاس اللي اسمه مين اكتيفيتي وادي الكود بتاع الاون كرييت وادي الكود بتاع الاون كرييت اوبشن منيو الى اخره. وهنا بنكتب الاكواد بتاعت الجافا والكلام ده كله. ماشي اوكي شكرا. عرفنا المكان اللي فيه جافا هنبقى نرجع لك بعدين. خلاص يبقى ده كل الفولدر بتاع الاس ار سي. في فولدر تاني اسمه الجن. مش الجن هو اسمه جن جنريشن جنريتد. جنريتد يعني اللي هو اما يجي بنعمل احنا حاجه هو هو اوتوماتيك بيكتب لك جواها المسميات وبيحفظ لك حاجات كده هو بيجنريتها لوحده. يعني المفترض ان المكان ده احنا من ايه؟ ما نقربش منه اصلا. هو البرنامج بتاعنا بيجنريت يعني ايه؟ بيخرجها هو او بيكريتها هو. خلاص الملفات اللي هو بيكريتها هتلاقي برده كوم دوت اكزامبلز دوت ابلكيشن 2 هتلاقي فيه ملفين في بيلد كونفيج
دوت جافا وفي ار دوت جافا. ار دوت جافا ده هنستخدمه كتير جدا. اي كنترولز بتحطه اي حاجه بتحط بيتحط لها هنا النيم بتاعها. لو فتحنا مثلا ار دوت جافا ده بس المفروض ما نلعبش فيه برضو احنا، هتلاقي هنا اي حاجه اترمت يعني ممكن نلاقي التكست فيو اللي كان موجود هتلاقيه هنا. يعني هتلاقي من ضمن الحاجات السيمز اللي انت اخترتها ليها هنا كود مش عارف ايه، ادي اهو تكست بوكس اسمه هلو وورلد اللي كود مش عارف ايه، كل حاجه هنا ايه هو بيظبطها لوحده، انت المفروض ما تتدخلش فيها. المهم يبقى هنا ده الجنريتد فايلز دي ملفات الجافا بتبقى محتاجاها بس هي بتتعمل لوحدها خلاص. ساعات بتطلع ايرور بتبقى كده، فنضطر احنا نخش بايدينا نشوف الموضوع اللي اتعملت فيها ايه. المهم دي الحاجات الخاصه بالاندرويد 4.3 اللي احنا كنا منزلينها، الملف الاساسي اللي متجمع فيه الحاجات بتاعه 4.3 سيبها زي ما هي. والاندرويد برايفت لايبرريز اللي هي المكتبات الاساسيه الخاصه بالاندرويد برضو موجوده مش فيها مشكله خالص. اسيتس بيبقى فولدر بنحط فيه مجموعه من الفايلات اللي هي ما يقومش البرنامج من غيرها، مجموعه من الفايلز اللي ما يقومش البرنامج من غيرها. في فولدر اسمه بن، والفولدر اللي اسمه بن دوت يعني هتلاقي الملفات اللي فيه موجوده بره هنا برضو. يعني مثلا هتلاقي مثلا ايه ملف اسمه اندرويد مانيفست خلاص، لو جيت بصيت بره هنا هتلاقي اندرويد ايه مانيفست صح، هو ملف واحد بس هو عامل له اكتر من مكان، يعني عامل له اكتر من ايه مكان. وده برضو هوري لكم ريس ده اهو موجود بره صح، هو فولدر واحد بس هو حاطط في اكتر من ايه اكتر من مكان. يعني المهم لبس ديت اللي هي لايبرز ديت المكتبات هتلاقي فيها اندرويد سبورت فيرجن 4 مكتبة من المكتبات اللي نازله عشان تقدر تشتغل. اما الريس دي بقى اللي هي ايه بقى اللي احنا فوتناها فوق قلنا نقولها تحت اللي هي الريسورسز. الريسورسز يعني موارد البرنامج، يعني المكونات او الحاجات اللي البرنامج بتاعه بيقوم ايه بيستخدمها، البرنامج بتاعه بايه بيستخدمها. كل بقى الدروبل ديت اللي هي الحاجات الرسومات اللي موجوده بقى بالاتش دي والاي دي والال واللود والال دي اللي هي اللو ديفينيشن واللي هي الريزوليوشن اللي احنا كنا حتى في الايقونه قبل كده كنا في ايقونه تبقى دقه عاليه ودقه اقل ودقه اقل والى اخره، هتلاقيها كلها مرصوصه هنا. يعني اي صوره بالنسبه لك اتش دي بتحطها في الفولدر بتاع الاتش ايه الاتش دي هنا. ادي الاي سي لانشر لو دخلت على دبل كليك هتلاقي الايقونه اللي احنا طبعا مش هتفتح هنا دي بي ان جي ايمج اللي هي الصوره بتاعت الاندرويد اللي احنا حط اللي هي دي خلاص، بس دي اللي هي الاتش دي منها مفيش ال دي مفيش لو ديفينيشن، لكن في ام اللي هي ميديوم يعني دقه متوسطه هتلاقي دي الصوره بتاعتها. وهتلاقي دي يعني من الاخر هنا لما يكون عندك صوره عايز تحطها وفي منها الهاي ديفينيشن وفي منها اللو ديفينيشن وفي منها بنرص الصوره في الفولدرات دي بنفس المسمى، بس اللو ديفينيشن هنا والهاي ديفينيشن هنا والميديوم ديفينيشن هنا الى اخره خلاص. ماشي سيبك من الصور والكلام ده. في فولدر مهم جدا اسمه اللي اوت، واللي اوت احنا قلنا اللي هو الايه اللي هو الايه العرض العام صح. لو دخلنا كده في اللي اوت هلاقي في حاجه اسمها اكتيفيتي اندرسكور مين دوت اكس ام ال، مش احنا قلنا ان الشات بتاعتنا الديزاين بتاعها بيبقى مكتوب بلغه اسمها اكس ام ال خلاص. وقلت لكم قبل كده في حاجه اسمها عملنا شاشه اسمها مين اكتيفيتي، قال لي هعمل لك الكود اسمه مين اكتيفيتي زي ما احنا شايفين كده صح صح، هو السورس. اما اللي اوت هعمل لك ملف اسمه اكتيفيتي اندرسكور مين، يبقى ده الاكتيفيتي اندرسكور مين ده ملف الاكس ام ال، اما المين اكتيفيتي ده ملف الايه الجافا، ومن خلال ده هنلاقي على ملف الجافا دايما خلاص. ماشي يبقى هنا اللي اوت يعني لو انا عندي اكتر من شاشه دايما هروح على الريس، الريس اللي هو الريسورسز اللي هي موارد البرنامج. جوه اللي اوت هلاقي الشاشات بتاعتي ايه مرصوصه في المكان ده، عشان كده بقول لكم لازم نتعرف على الفولدرات دي مهم جدا. طيب حلو، في منيو الفولدر اسمه ايه منيو، طبعا معروف جدا في الاندرويد ان دايما بيبقى كل شاشه بيبقى لها منيو ايه، لو تدوس على زرار المنيو بيطلع لك المنيو بتاعتك. طيب بلاقي هنا في المنيو لو فتحت هلاقي في حاجه اسمها مين دوت اكس ام ال، نلحق المنيو كل شاشه كل اكتيفيتي بقى بيبقى ليها منيو، ادي المنيو بتاعتها اهو ملف اكس ام ال، لو جينا فتحناه مثلا ممكن نفتح الاكس ام ال بتاعته
هتلاقي ان في ايتم واحد اهو، يعني في زرار واحد صح اسمه السيتنج اهو. معنى كده ان احنا اهو الشيء بتاعتنا اللي هي المين اكتيفيتي دي اشتغلت، هي اشتغلت فعلا تحت اهي. لو جينا ندوس على زرار منيو المفروض يبقى في منيو بس فيها زرار ايه، يعني دوسنا على زرار ال خروج، زرار منيو ده مش شغال. هنا الابلكيشن 2 اهو، هفتح تاني البرنامج. امال دي دي المنيو، شكل الايقونه بس مختلف شويه. المفروض ده المنيو يعني، بس هو ديسيبل يعني مقفول الزرار، الزرار دي مفتوحه زي ما انتم شايفين كده، لكن ده لسه ديسيبل. هو مكتوب لي جنبهم ايه، الهاردوير باتن نوت انيبلد ان اي في دي. هنروح الاي في دي ونفتحها، مش مشكله خالص. طبعا المفروض لو احنا عايزين نروح نفتحها هن ايه، هيبقى ناس هتجمع معايا ولا لا، اخش على ويندو واقول له ايه افتح لي الاندرويد فيرتشوال ديفايس، الاندرويد فيرتشوال ايه ديفايس، فتح واخش على دي واقول له انا عايز اعمل ايه اديت وابدا احدد الايه. بس هي كانت مفتوحه الهارد وير كيبورد بريزنت، امال ايه؟ اشيلها يعني ولا ايه؟ مش مشكله، عشان طبعا هيضطر يقفلها ويفتحها تاني، فاحنا مش عايزين نضيع وقتنا. لكن المفترض ان يبقى في منيو فيها ايه؟ زرار واحد. يبقى دي لي اوت اللي هي الشاشه، والمنيو ده الايه؟ زرار الايه؟ المنيو. خلاص؟ في فولدر اسمه فاليوز مهم، في منه بقى اللي هو الفيرجنات بتاعته، اللي هو هو فولدر اسمه فاليوز وفي فيرجنات منه. المهم فاليوز ده بيشيل ايه؟ ده بيشيل مجموعه من الملفات الاكس ام ال المختلفه المهمه كلها. خلاص بس الاغراض مختلفه يعني. يعني بس على سبيل المثال في ملف اسمه سترينجز. السترينجز دي احنا معتادين في الاندرويد ما نيجي نكتب مثلا كلام على تكست فيو زي ده، اللي هو كنت بيسموه ليه ولا تكست فيو، ما نكتبش كده. مش صح. يقول لك اعمل ايه في الاندرويد؟ يقول لك حط الكلام اللي انت عايز تكتبه كله في ملف اكس ام ال. حط الكلام اللي انت عايز تكتبه كله اسمه في ايه؟ ملف اكس ام ال، وتيجي نقطه تقول له انت شغل لي اكس 1، اكس 1 دي بقى هتلاقي فيها كلام كتير هو يعرضه. هنا ما اقول له عايز اعرض كلمه اب 2، ما اقولش اب 2 لا، في ملف سترنجز والاكس ام ال ده هيبقى كلمه اب 2 ديت متخزنه باي دي، يعني كل الكلمات متخزنه باي دي زي ما هوريكم، بس ايه؟ بس واحده واحده كمان شويه. والستايلز بتتخزن هنا، لو انت عايز تخزن اي ستايلز، اي دايمنشنالز، اي حاجات تخص الابعاد والكلام ده كله تتظبط هنا، يعني ليه ملفات مختلفه، ملفات ابعاد، ملفات كلمات، ملفات ستايلات الى اخره، تخزن جوه فاليوز ده. ماشي. ودي فيرجنات منه، مش مشكله. يهمني هنا بقى حاجه اسمها اندرويد مانيفست، وكده اكون فرجتكم على الباكج اكسبلورر بالتفصيل شويه لان تهمني قوي. اندرويد مانيفست ده من اهم الملفات اللي تخص الاندرويد. الملف ده بيشيل المواصفات والاعدادات الخاصه بالتطبيق، المواصفات والاعدادات الخاصه بالايه، بالبرنامج بتاعك. يعني مثلا لو البرنامج بتاعك بيخش على الانترنت لازم يكون واخد بيرميشن ان هو يستخدم الانترنت. لو البرنامج بتاعك هيفتح حاجات بلوتوث، مش عارف يفتح كاميرا، يبقى لازم تعمل بيرميشن. بيرميشن يعني تدوس الحقيقه في ان هو يقدر يفتح حاجه زي كده، بحيث ما يجي يسطب البرنامج دوت عندك على الجهاز يقول لك على فكره انت تديني بيرميشن ان ده هيخش على البلوتوث، هيديني بيرميشن ده يخش على الكاميرا، تديني بيرميشن ده يخش على الانترنت، انت موافق؟ اقول له اه كونفيرم، فيبدا يسطبه. فاهمين الفكره دي؟ مثلا يعني كاعداد، انت طبعا لو فتحت الاندرويد مانيفست ده هتلاقيه ملف يعني كبير، فيه حاجات كتير قوي جدا بتضاف، يعني شاشه بتفتح وتلاقي شاشات، وجوه دي تلاقي شاشات ثانيه، وجوه دي تلاقي شاشات ثانيه، لان ملف الاعدادات الخاصه بالايه؟ بالتطبيق الكامل. طبعا ممكن كل الاختصارات دي كلها ممكن تفتحها في الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، يعني يفتح لك الكود بتاع الاكس ام ال احسن بدل ما تتوه في الشاشات دي. وفتحها في الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، لا دي ملف الاكس ام ال وادي الحاجات اللي موجوده جواه دلوقتي. طبعا الملف بيتفتح بكلمه مانيفست وبيقفل بمانيفست، انا لسه ما شرحتش يعني ايه اكس ام ال يعني. لكن الواضح منها ان في يوزز اس دي كي محدد لي المينيموم اس دي كي 8، والتارجت اللي احنا هنشتغل على 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 16 اللي هو 4.3 الاكواد بتاعتها كده يعني. الاس دي كي طبعا التولز يعني اللي احنا نستخدمها، وفي ابلكيشن، والابلكيشن مش عارف شويه ايقونه، وفي ليبل، وفي ثيمز، وكام من ده، وفي اكتيفيتي اهي شايفينها.
شايفين في اكتيفيتي يعني في شاشه، في ايه شاشه، والشاشه ديت ليها مكان وليها عنوان وليها، وهي اللي هي الرئيسيه، الشاشه الرئيسيه وهي اللانشر، هي الشاشه اللي بتقوم اول واحده وليها خصائص، ولو احنا هنحط اكتيفيتي ثانيه هتنزل هنا، ولو كل اكتيفيتي ليها خصائصها الخاصه بها ننزلها هنا الى اخره. المهم ده الملف بتاع الايه الاعدادات بتاع المشروع ده، ملف مهم جدا وهنتدخل فيه بايدينا كتير. ماشي كده خدنا جوله جميله في الـ في الـ اسمه ايه دوت اسمه ايه الايكليبس، وشغلنا الابلكيشن بتاعنا وشفنا الملفات بتاعتنا والكلام ده كله. بس بالمره انا عايز بس اخر حاجه اقولها لكم قبل ما اقول كده كفايه كده على الانترودكشن بتاعت الايكليبس دي، ان الشاشه بتاعتي دي برضو احنا قلنا ان هي بتترسم كاكس ام ال، عرفنا ان شاشه اللي اوت اهي الاوت لاين، الاوت لاين دي بتعرض لي الايه البناء الشجري، لكن ملف الاكس ام ال ذات نفسه بقى موجود تحت اهو زي ما انتم شايفين، ده الجرافيك لي اوت شكل عرض الجرافيكال، وهنا شكل عرض الايه الكود. فافتح كده الاكتيفيتي مين الاقي ادي الريلاتيف لي اوت، وادي الخصائص عرضها وطولها وسعته ولا ايه والليفت والرايت والكلام ده كله، وادي التكست فيو اللي هو اللي موجود جوه الايه جوه الريلاتيف، يبقى الريلاتيف لي اوت دي الشاشه العامه كلها، جوه التكست فيو اللي هو ده. خلاص كده وكده نكون بصينا بصه كامله على الايكليبس والشاشات الخاصه بيه.